الموضوع جنب شغلي، هو هواية قبل كل حاجة. بصور عموما في 2009، بس التصوير صحفي من 2011. التصوير بالكاميرا في مصر بقى يعني حاجة شبه مستحيلة، الموضوع بقى جريمة دلوقتي يعني. فابتديت اعتمد على التصوير بالموبايل شوية في مصر. اهتمامنا بجودة الموبايل بقت نفس اهتمامنا بجودة الكاميرا اللي بنشتريها لشغلنا، لأن الموبايل بقينا نصور بيه في الشارع، اللي هو الهواية بتاعتنا غير شغلنا، أكتر من أي حاجة تانية بنعملها. حصلت قبل كده واتقبض عليا في أوائل 2015 وأنا بصور بكاميرا في الشارع. كانت صورة عادية جدا وعند البيت عندي وبعيدا عن أي مظاهرات، كانت صورة لست شايلة قفص عيش. فاللي حصل إن اتقبض عليا ساعتها. الموضوع طور من شغلي جدا وبقيت أهتم أكتر بتكوين الصورة. الشارع هو اللي بيديني الفكرة بتاعت الصورة، سواء ناس ماشية في الشارع، ناس قاعدة، صورة ممكن إنها تكون سيلويت، صورة ممكن تكون صورة فيها ريفليكشن وبتعبر عن حاجة ما. الشارع مليان. لما روحت هونج كونج كنت بصور الناس في وشها بالكاميرا عادي ولا كان في حد بيتكلم، ولو ان برضو الموضوع مش سهل زي ما الناس فاكره ان واحد يمسك موبايل كده وبكل سهوله يقف يصور. الموضوع بيتم برضو من تحت لتحت يعني، حتى في حد اتقبض عليه قبل كده وهو بيصور بالموبايل. شايف الموبايل افضل في الستريت فوتوغرافي. وفي بعض الناس بلاقي في وشها كده مفيش قبول للتصوير فبمسح الصوره او ما بصورش. البرامج اللي انا بستخدمها في التصوير يعني الايديتنج وكده، لما بصور بالموبايل عادي بعمل ايديت بابلكيشن انستجرام، وغير كده لما بصور عادي بالكاميرا بعمل ايديت على لايت روم او فوتوشوب. الموبايل استحاله يقضي على الكاميرا. انا بحب التصوير بالموبايل وبصور بيه اكتر وبعمل بيه احيانا. مره في مصر عملت تقرير كامل بالموبايل، بس لا غنى عن الكاميرا. تصوير الشارع يعني للناس المبتدئين وكده هي خطوه كويسه جدا، تديهم الجرأه ان هم ينزلوا ويصوروا، والموضوع ممكن يقلب معاهم لشغله وكده. وهو راكب المترو وهو في وسائل المواصلات وهو في الشارع ماشي هيقابل مواقف كتير.